من اليوم معنا تحلية مستوحاة من الطريق السعودية. دونك حطينا زوج كيسان كبار ماء، ملعقة صغيرة زدنا لهم تاع ملح، زدنا لهم 3 ملاعق كبار تاع الزيت، 5 ملاعق تاع السكر، ملعقة صغيرة تاع فاني. هنا خلينا ذوبنا المكونات تاعنا مع الماء، خليناه يغلي. من بعديكا زدنا له 3 ملاعق كاكاو، كاس كبير تاع فارينة. نخلط الميلونج تاعنا مليح حتى نتحصل على عجينة متماسكة. من بعد نخليها تبرد في بول وحده. هنا في جهة أخرى نحط نص كاس ماء دافي، نزيد لها ملعقة كبيرة تاع السكر، نزيد لها ملعقة كبيرة تاع خميرة، نذوب الخميرة تاعنا مليح مليح. من بعد الخميرة تاعنا راهي جاهزة، نهزو الميلونج تاع الخميرة هذا، نحطوه على الميلونج تاع اللي حطيناه قبيلة، ونزيدو لها ثاني جوج كيسان فارينة، نعجن مليح لمدة 10 دقائق حتى نتحصل على عجينة متماسكة بالقوام هذا اللي يبين لكم. من بعد ندهن العجينة تاعنا بالزيت ونخليها تتخمر لمدة نص ساعة. هنا العجينة تاعنا تخمرت لنا، نبدا تشكيل العجينه. انا قسمت على 14 بارتي كيما تحبي على حسب الحجم، اذا حبيتيها تكون اقل حجما هنا تدي لك بالك 20 حبه كاكا بريسك نكوروها، وهذه هي الفورم تاعها. من بعد ندخلوها على الفرن وفقط. نتمنى تكون الحلوه هذه عجبتكم. بيزو.